واحدة بتقول زوجي يرفض أن أكمل تعليمي الجامعي، وأنا أحب جدا أحلام اليقظة وما أعجز عن تنفيذه في الحقيقة أراه في خيالي، فأرى نفسي طبيبة أو محامية. هل هذه خطية؟ لا مش خطية، لكن كان مفروض انك انت تتفقي مع خطيبك قبل ما تتجوزوا على تكميل تعليمك، مش بعد ما تتجوزوا الموضوع يبقى موضوع مناقشة، مفروض يكون قبليه. كتير من الناس ما بيفهموش فترة الخطوبة يعملوا فيها ايه، ويفتكروا اما فترة الخطوبة هي مجرد اعداد الشقة الجديدة بتاعت الزواج والعفش والاساسات والذي منه، او شوية عواطف كده سطحية بدون ما اي واحد فيهم يختبر الاخر. لابد فترة الخطوبة تكون فترة تتأكدوا انكم طبع واحد وروح واحدة وفكر واحد. حاولي انك انت تقنعي زوجك ان تعليمك هينفعه، وانك انت لو تعلمت وتخرجت وتقدر يكون لك وظيفة كويسة هتقدر تساعديه في حياته. كان لازم الحاجات دي تتفقوا عليها قبل الزواج.